الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة رزينة في كل مكان، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة المفروض ان معادنا في الفيديو الاسبوع اللي بنزله لكم الخميس بنعرفكم فيه ايه الحاجات اللي مطلوبة في السوق سيدة عائشة عشان الناس وهي نازلة تبقى عاملة حسابها وعارفة ايه الحاجات اللي مطلوبة في السوق. بكرة ان شاء الله هيبقى التجارة تبتدي ان هي تنزل تلم تاني في السوق، ولكن الاسعار هتبقى مش كويسة، ولكن ده مش الهدف الرئيسي من الفيديو بتاع النهاردة، ان انا اعرفك ايه اللي هيتلم او الاسعار هتبقى عاملة ازاي. الفيديو ده الهدف منه ان انا مش عايزك تحبط نفسك كمربي بالاسعار وان الطيور ما بتتباعش او التجار ما بتلمش. اشتغل بالمتاح بالنسبة لك، لو الطيور عبء عليك خفف طيورك واشتغل على قد امكانياتك ان انت تقدر تصرف على الطيور وما تبقاش عبء عليك، وحاول ان انت تطور في الغية وما تحاولش تحبط نفسك وتدي نفسك طاقة سلبية بان انت لا الطيور ما بتتباعش او كلام من الناس بتحبط بيه ان الطيور ما بتتلمش التجار ما نزلتش. ما تربطش نفسك بان انت تربط نفسك بسوق سيدة عائشة والتجار اللي بتلم. اشتغل على قد امكانياتك واشتغل بالمتاح. بالنسبة للي بيحصل في السوق او الاسعار، احنا في ازمة عالمية كل الدول بتمر بيها وكل الناس بتمر بيها، مش موضوع عصافير بس او بيع. في دول دلوقتي مش لاقيه مش تاكل عصافيرها، مش لاقيه ان هي تاكل هي نفسها، مش لاقيين ياكلوا. في الوقت اللي بيبقى فيه ازمات في العالم الناس بتكتفي باحتياجاتها الاساسية وبتتخلى شوية عن الرفاهيات، وتجارة العصافير دي من الرفاهيات بالنسبة للتجارة. فلو انت داخل موضوع العصافير تجارة، العصافير دلوقتي تجارة ما هيش مربحة خالص، لان دخل فيها موضوع تجار وموضوع حاجات كتير كده. لو انت معتمد في تسويقك لطيورك اللي بتطلع من عندك على سوق السيدة عائشة فهي خسارة، او على التجار عموما فهي غية خسارة. اما لو انت عندك تسويق لطيورك عن طريق الفيس او المجموعات الخاصة بالطيور فهتعرف تبيع وهتعرف تسوق طيورك حتى لو الاسواق واقعة والاسعار واقعة. اما العصافير كغية فهي غية ممتعة كلنا بنتمتع فيها. فلو انت مشغل نفسك ان انت تربى عصافير تطلع زغاليل تروح الزغاليل تبيعها للتجار، مفيش تطوير مفيش جديد، فانت كده بتتاجر في الخسارة لو هي بالنسبة لك تجارة. اما لو انت مربي فعلا ان انت بتحب العصافير فانت هتطور فيها، هتدخل طفرات جديدة. وانا شايف من وجهة نظري ان الفترة اللي احنا فيها دي فترة ركود الاسعار، دي فترة للناس اللي بتحب العصافير ان هي تدخل طفرات جديدة، تشتغل على طفرات جديدة وما توقفش نفسها وتقفل على نفسها زي ما هي كده. فرصتك، احنا كنا الطفرات بتبقى غالية علينا ومش عارفين نجيبها، دلوقتي في طفرات كتير نزل اسعارها، ففرصة ان انت تربي وتنزل السوق وتشتري. حتى نزولك السوق انك تشتري هيعمل رواج في السوق، ان الناس اللي بتنزل تبيع في السوق ما تبقاش معتمدة في البيع عندها على التجار اللي بتلم للتصدير بس، هيبقى في حركة في السوق، وبالتالي ما يبقى في حركة في السوق ممكن الاسعار تتحسن والتجار تبتدي تلم باسعار عالية. اما اللي بيحصل ان التاجر مش لاقي غيره بيلم ولاقي الغوا كتير والعصافير كتير، فبيبتدي ان هو يحاول ينزل السعر ويضيقها على المربي. الفيديو ده عايزك تركز فيه كويس ان انت تطور على الغية. الفيديو ده مش للاسعار، انا بنزل لكم الخميس الاسعار، ولكن الفيديو ده انا مش عامله عشان انزل لك اسعار او اعرفك ايه اللي بتلم، مش ده الاساسي. اي نعم التجار هتنزل تبتدي تلم بكره باسعار مش كويسه، بس هتبتدي تنزل تلم، ولكن انا عايزك ما تحبطش نفسك وما تضايقش على نفسك الخناق ان انا لا مش قادر اكل العصافير انا هبطل الغيه. لا، ليه تبطل الغيه؟ ممكن تخف الطيور اللي عندك ان هي تبقى في امكانياتك ان انت تصرف عليها، حتى لو مش هتبيع زغاليل او مش هتبيع طيور من عندك، ان انت تقدر تصرف على الطيور وما تبقاش عبء عليك، بدل ما تدمر غيتك خالص وتسيب الغيه عشان الاسعار واقعه او الاسعار وحشه. ده مش مبرر ان انت تبطل الغيه. ركز في شغلك وركز في ان انت تطور في الهوايه، وركز ان انت تضيف للهوايه حاجه جديده بدل ما تخسر طيورك وتطلع من الغيه، وهيجي يوم وهترجع تاني تعوز تشتري عصافير وتشتريها بالغالي. ما تجريش ورا الغالي، انت دلوقتي فرصه ان انت السوق زي ما احنا عارفين والناس كلها عارفه الاسعار واقعه. انزل شوف انت محتاج ايه لطيورك، ان انت تدخل حاجات جديده تطور بيها الغيه عندك. انزل اشتري طفرات لو انت نفسك في طفره معينه والدنيا رخيصه كده، انزل اشتري، وانزل برضو بيع الحاجه اللي عندك زياده، حتى لو هتبيعها بالرخيص بيعها، بس بيعها
مش من اجل ان انت تبيع زغاليل وترجع تاني تجيب اكل وتاكل وتفرح وكلام من، باعها من اجل ان انت يبقى تخفف على نفسك الحمل، بدل ما انا عندي مثلا 20 بوز حمل عليا ان انا اكلهم، لا يبقى عندي ان شاء الله 5 اطور فيهم واكلهم وما اشغلش بالي خالص، افصل دماغي بموضوع ان السوق ميت او افصل دماغك عن الكلام ده خالص، واشتغل واقفل على نفسك وطور من نفسك ان شاء الله ربنا يكرمك. ودي حالة وان شاء الله هتعدي، بكرة الاسعار تظبط وبكرة الدنيا تظبط تاني، ولكن الموضوع هياخد شوية، وده مش عشان يعني مش عشان عيب من المربي ولا عيب من التاجر ولا اي كلام من ده، الموضوع احنا في ازمة عالمية، الناس اللي بتتابع اخبار احنا في ازمة عالمية، وكمان في خبر وحش عايز اقول لكم ان اصلا الحبوب بتاع الطيور نازل عليها زيادة الفترة الجاية دي، فحاول تخف على نفسك كده وتدي لنفسك نفس ان انت تقدر تكمل في الهواية ده لو انت بتحب الهواية وعايز تطور منها. اما لو انت داخل الموضوع تجارة فاقول لك اجري وبيع العصافير اللي عندك، لان هي كتجارة العصافير ما هيش تجارة مربحة في الوقت الحالي. اتمنى يا شباب تكون رسالتي وصلت ليكم، واتمنى منكم ان انتم ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وشكرا للمتابعة، ولو حد محتاج اي حاجة ممكن يكتب لي في التعليقات او يتواصل معايا على الواتس، بسيب لكم دايما على الفيديو رقمي لو حد حابب يتواصل معايا او عنده مشكلة يتواصل معايا، وان شاء الله لو اقدر احلها له احلها له. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.